روح الملعب ويعني زميلتنا سالة حامد مراسلتنا من ارض الملعب ولقاء مع احد نجوم اللقاء عبد الرحمن حميدي النهارده. اتفضلي يا سالة. من جديد برحب بك يا كابتن هيثم وبرحب بضيفك والكابتن الكبير الكابتن ياسر صلاح وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا ببارك لك يا كابتن هيثم وببارك لكل جمهور النادي الاهلي النهارده بعد فوز النادي الاهلي على سبورتنج في مباراه اليوم اللي في الجوله السابعه من الدور الثاني لبطوله دوري المحترفين لكره اليد. يمكن معي في هذه اللحظات يعني واحد من نجوم مباراه اليوم الحارس المتالق عبد الرحمن حميد. عبد الرحمن طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، ويعني اداء مميز جدا منك، اداء قوي منك ومن كل لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. لا برحب بيكي طبعا، والحمد لله يعني احنا اتمرنا الاسبوع ده كويس ودرسنا فرقه سبورتنج كويس والحمد لله ربنا وفقنا. يمكن طبعا مفيش راحه من مباراه لمباراه في بطوله الدوري، يمكن بس اخذتوا راحه شويه بعد ماتش سموحه، بتواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، وكان النهارده في محاضره مهمه جدا بينكم وبين كابتن طارق اتكلم معاكم بشكل يعني كبير على المباراه النهارده وقال لكم قد ايه هي مهمه طبعا، واكيد مباراه بكره مع البنك الاهلي. زي ما انت بتقولي فعلا احنا خلصنا الماتش وهنروح بس هناكل ونسافر على اسكندريه عشان ده ماتش بكره بس، وربنا يكرم يعني احنا بنتمرن بنحاول نقسم مجهودنا على ان احنا عندنا ماتشين وكده وبس ربنا يكرم ان شاء الله. كنت زي ما انت قلت بعد على طول الماتش هتسافروا على طول، اكيد كمان في غيابات كتير جدا يا عبد الرحمن مؤثره في اداء النادي الاهلي، ولكن الاهلي بمن حضر النهارده اديته كويس جدا بكل اللعيبه اللي موجوده. اكيد طبعا احنا عندنا 5 غيابات لعيبه كلها بتلعب اساسيه بس الحمد لله احنا بنحاول يعني نتمرن زياده وكمان اللعيبه اللي طالعه معانا الصغيرين ان هم ياخدوا الدور مكان الناس الغايبه بس، وربنا كرم الحمد لله وكان ما فيش حد غايب. عبد الرحمن ان شاء الله بكره هتستعدوا زي المباراه بكره امام بنك الاهلي؟ لا ان شاء الله زي ما قلت لك هنروح ناكل ونبدا بقى نتفرج على فيديو للفرقه اللي هنلعبها بكره ونسافر على اسكندريه على طول ان شاء الله، ولما نوصل بقى نبدا نجهز يعني ان شاء الله. طمنا طيب على كان في اصابه كانت في عينك ولا حاجه في الماتش؟ طمنا. لا 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 الحمد لله تمام، هي بتبقى وقت الكره وبعد كده خلاص يعني. ميرسي جدا يا عبد الرحمن وطبعا بتمنى لك التوفيق الفتره اللي جايه. شكرا. طبعا متواصلين معاك يا كابتن هيثم ولقاء مهم مع واحد من نجوم مباراه اليوم.